معي من عمان دكتور أشرف بني محمد، خبير في التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور أشرف. إلى أي درجة هذه القواعد التي يتم وضعها ستسيطر أو ممكن تقنيا السيطرة ومنع أي انتهاكات، أم فقط ممكن تقليلها؟ في الواقع هي فقط للتقليل. أولا، إلى الآن معظم المستخدمين ليس لديهم أدنى معرفة في الإعدادات الخصوصية الموجودة، إعدادات الخصوصية التي يوفرها في فيسبوك، إعدادات الأمانة السرية، بالإضافة إلى وجود تطبيقات من طرف ثالث على فيسبوك، وكانت هي السبب الرئيسي في وجود هذا، اللي خلينا نحكي البيانات أو خروج البيانات الأخيرة. كان عبارة عن تطبيق اختبار شخصية سمح بالوصول في 2015 إلى 270 ألف مستخدم. ال 270 ألف مستخدم أصبحوا 50 مليون لأنه كان يستطيع التطبيق في ذلك الزمان وبضمن قواعد فيسبوك الوصول إلى أصدقاء الأصدقاء، فاستطاع الوصول إلى أكثر من 50 مليون حساب من خلال اختبار شخصية. وبهذه المعلومات البسيطة اللي هي اختبار الشخصية ومعلومات الأصدقاء استطاع جمع كم هائل من البيانات التي قدمت لي، خلينا نحكي، أو التي ساهمت في الحملات الانتخابية التي حدثت أخيرا في الولايات المتحدة وحتى في البريكزيت أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تم استخدامها فيها. فأعتقد أنه الأهم هو ما يفعله المستخدمون أو ما الإعدادات التي يستعملها المستخدمون وانتباههم كيفية استخدام الفيسبوك أكثر من السياسات التي ستقدمها شركة فيسبوك. أها، طيب، شركة فيسبوك دكتور أشرف، يعني دائما نتحدث عن المخاوف أمنيا في الدول وما إلى ذلك فيما يتعلق باستخدامات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشكل رئيس من قبل المستخدمين. شركة فيسبوك كيف وضعها هنا؟ إلى أي درجة هي ليس من صالحها أن تقوم بكل هذه التعديلات وبكل هذه الخصوصيات والتعاون بهذا الإطار؟ أعتقد أنه في صالحها أنها توفر للمستخدمين أدوات أكثر للخصوصية، والآن هي كما تفضلت في طور إعداد، خلينا نحكي، تعليمات جديدة. اليوم انخفضت أسعار أسهم فيسبوك ووصلت إلى 170 دولار بانخفاض أكثر من 8%، وهي أكبر خسارة لها منذ 3 سنوات. فالموضوع يكلفها هذا ماديا جدا، نعم، جدا خطير. خسارة مارك زوكربيرج اليوم وصلت إلى 3.8 مليار، وتجاوزت أرباحها سنوية. فالموضوع ليس سهل بالنسبة لفيسبوك. الآن هناك دعوات كبيرة وكثيرة لظهور مارك زوكربيرج أمام الكونغرس للتحدث حول هذا الموضوع. هناك دعوات عالمية أيضا من الحقوقيين لإغلاق حسابات الفيسبوك وعدم السماح في تطرف، وأيضا الانتباه إلى أنه اليوزرز أو المستخدمين يجب الاهتمام إلى البيانات التي يشاركونها. نعم، أنا أشكرك جزيلا دكتور أشرف بني محمد، الخبير في التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية.